في قلوبهم نبضات حب ووفاء لطلبتهم. أبوا إلا أن تكون مدرستهم سباقة ومبادرة للبدء بانتظام الدوام فيها، بعد أن فارقوها لأسابيع عدة لتكون بداية صفحة مشرقة في العمل والانتماء. كما سرنا مع الإضراب برضو نسير مع الدوام، وكما أنه للحق للمعلم فهناك للطالب حق، وأن المجتمع علينا حق. فأرجو أن يكون هناك استماع من قبل المسؤولين، قبل المرؤوسين، الرئيس سيادة الرئيس أبو مازن، أن يكون هناك استجابة لمطالب المعلمين لإنهاء مثل هذا النوع من الاحتجاج والمطالب مثل هذا الحقوق. وكما قلت يعني لسنا بحاجة لمثل هذا الإضراب حتى نحصل على حقوقنا. لنداء واجبهم لبوا، وبدأ مدرسو هذه المدرسة يومهم كالمعتاد على أمل أن يكونوا قدوة لغيرهم في قرى وبلدات المحافظة الذين ما زالوا يصموا آذانهم عن مطالب طلبتهم. أهمية الالتزام بالدوام وعدم الاستمرار في الإضرابات، وذلك تحقيقا لمصلحة تغليب مصلحة الطالب على أي مصلحة أخرى، وأنه مع الوقت يتم تحسين إن شاء الله كامل الحقوق. وإحنا كنا في البداية مع كامل الحقوق، ونطالب كمان بنطالب المعلمين الإسماء في مطالبة الحقوق عن طريق الجهات الشرعية اللي هو الاتحاد المعلمين، وانتخاب جهات شرعية عن اللي هو الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ومن الحق نحن الطلاب برضه نرجع على المدرسة، إحنا بدنا يعني مثلا ينهي الإضراب وتتحقق مطالبهم المعلمين. من عيون هؤلاء الطلاب يشع الغد، يرسمون حدود رحلتهم وسلاحهم العلم والتحدي معا، فيبتسمون للحياة وإن لم تبتسم لهم. ولسان حالهم يقول: خير جليس في الزمان كتابه. مبادرة أخرى ترى النور هنا لتنير لهؤلاء الطلبة دروب حياتهم ومستقبلهم، وتكون بارقة أمل في إكمال مسيرة دراستهم. من بلدة بدي، محمد شتي، تلفزيون. مستمرون. كيف يصورون بصير يقول عني انا استاذ مدرسه بصير يقول هاي اشرف محمد نعم يا محمد يا علي صور 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 ص